زيارة السكن والسكان 2000 وهي 2018، ولكن نظرا لظروف مرت بها البلاد أنه تجرى في 2022. هذه هي العملية السادسة على المستوى الوطني. كما يعلم الجميع أنه أول عملية جرات كانت في سنة 1968، واليوم رأنا نحضر العملية السادسة لعملية الإحصار العام للسكن والسكان. هذه العملية عملية وطنية مهمة كثير، لأنه بناء على المعطيات والله نتائج العمل الميداني اللي يقوم به كل الأعوان المكلفين بهذه العملية، بناء على هذه المعطيات أن الدولة تأخذ قرارات حاسمة في مستقبل البلاد. بالنسبة لولاية تيزي وزو، نرجع لولاية تيزي وزو، اليوم راح ننطلق بعد لحظات على مستوى الدوائر الوطنية، باقي دوائر الولاية العملية انطلقت. بالنسبة لدائرة تيزي وزو، بلدية تيزي وزو، ستنطلق العملية في بعض لحظات. بالنسبة لأعوان عنوان الميدانيين أو أعوان الإحصاء راهم موجودين في الميدان، ما حضروا معنا اليوم المراقبين، بعض المراقبين وبعض المشرفين على عملية التكوين، إضافة إلى ممثل لواناس اللي حضر معنا والمكتب بالملف. بالنسبة لولاية تيزي وزو، تم تسخير كل الوسائل المادية والبشرية من أجل إنجاح هذه العملية، وراح نبقى ونشرف ونتابع هذه العملية بصفة يومية، لأنه في كل يوم راح نديروا ميزوبوا، كل مساء راح يكون في خلية متابعة تتكون من بعض المراقبين، من بعض المشرفين على العملية، إضافة إلى المشرف المباشر وهو المهندس المكلف بالعملية بعملية الإحصاء. عدد المكونين، كان ولاية تيزي وزو أحصت عدد 78 مكون. عدد المراقبين على مستوى ولاية تيزي وزو هو 260 مراقب، بما في 33 منهم على مستوى بلدية تيزي وزو. عدد الأعوان الإحصاء للرصاصات 1706700 عون، منهم 230 على مستوى بلدية تيزي وزو. عدد لديستريكت أو عدد المقاطعات الإحصائية 1966 263 تيزي وزو. هذا العدد الهائل من المقاطعات يغطي عدد كذلك مقابل من الأعوان المكلفين بالعملية. العملية تنطلق يوم 25، تنتهي يوم 8 أكتوبر. بالنسبة للوسائل المادية المسخرة، تم تسخير كل وسائل النقل العمومية، إضافة إلى بعض المتطوعين من القطاع الخاص وهم مشكورين اللي ساهموا معنا في هذه العملية. العملية بسيارتهم الخاصة وضعوها تحت تصرف الإدارة. عدد السيارات والحافلات وكل وسائل النقل المسخرة يبلغ 308 وسيلة نقل موزعين وفق الحاجة على مستوى 67 بلدية، أي أن كل بلدية الولاية مغطاة بوسائل النقل المخصصة لنقل الأعوان المكلفين بالعمل الميداني. هذه بالنسبة للإحصائيات العامة بالنسبة لولاية تيزي وزو. إذا فيه تساؤل من طرفكم فمرحبا، ومن خلالكم كذلك من خلال الحاضرين كلكم نعلن على الانطلاق الفعلي والرسمي لعملية الإحصاء على مستوى ولاية تيزي وزو، وعلى الخصوص بلدية تيزي وزو. شكرا.